الشهر الأول بيت ما عندهم، نزوح من بيت إلى بيت، من ضيعة إلى ضيعة، وكل فترة الحمل قضتها مرض تعبان مرضاني، كلية على دكاترة من سبت من القصف من الخوف، وقت تجي الطيارة نحتار حالنا من بدنا نروح، ما في يعني ما في مطرح نروح عليه، ما في غير رحمة الله. راجل تصوري وقت تبلش تضرب ما تخلي بيت في الضيعة، وهدت بيجي 10 بيوت، قتلت جرحى، ما نعرف حالنا وين بدنا نروح. ولادك كانت طبيعية ولا قيصرية؟ لا قيصرية. طيب برأيك خالتي أنت عم تشوفي الوضع حواليك وعم تشوفي شو عم يصير، برأيك شو السبب؟ السبب كلياته من الخوف، من ضرب الطيران، من ضرب القذائف، كلياته عايشين وكلياتنا عايشين رعب برعب، ما في كل الناس مو بس نحن. طيب اللي حواليكم أنتم كونوا هون موجودين بالمناطق المحررة بريف إدلب، يعني بقية النساء الأغلبية عم يكونوا ولادات قيصرية ولا ولادات طبيعية؟ لا عندنا هون في الضيعة صار أغلبية ولادات قيصرية. طيب هالشي كان موجود قبل لا كورونا؟ ما كان موجود قبل قليل، يعني كل 50 مرة لحتى تجيب مرة بعملية قيصرية. ما في خوف، ما في رعب، ما في طيران. هلا كلياتهم وفي بيجي 10-15 ولد ماتوا بسبب تضيق الصبات من ريحة البارود من قصف الطيران. هدول أخذت أمهم فيهم دواء مشان تضيق القصبات، مشان يفتحوا قصبتهم. من خوف عن الطيارة طبتهم الطيارة عنا، واستشهد أخوي وطب وهدت الدور كثير في الليل أمس في رمضان. راحت على الدكتورة، أخذناها على الدكتورة، قالت له بدي أجيب ولادي مبكرة من الخوف. يعني كانت ولادتها مبكرة؟ ايه، اعطتها بعدين دواء تأجلت لأول التاسع ولا لأول عملية قيصرية، قلت له مستحيل ما بتقدري تولدي ولادي طبيعي. كنت حامل وصار ضرب وقصف وما كان يتحمل وحي هذا الرعب، ونزحنا من مطرح لمطرح، ولما بدي يصير ولادي صار هون قصف كثير من الطيران بالليل، وهالشيء أثر علي وصار ولادي مبكرة، بس رحنا على مشفى السلام وهونيك أعطتني الدكتورة صار في عناية يعني، وأعطتني دواء مؤخر للولادي، ومرضت ولادي طبيعي، ولدت ولادي قصري بسبب هذا الشيء. طيب بالنسبة لكونه عم تشوفي اللي حواليك النساء الحوامل، عم تكون حسب ما عم تشوفي الولادة القيصرية أكثر للولادة الطبيعية؟ لا ولادي قيصري أكثر، يعني مثلا بنروح على المشفى بنلاقي 6-7 ولادات قصارين بنفس اليوم. شو برايك شو السبب؟ السبب الوضع والقصف، المرأة بتتشنج ما عاد تقدر تولد ولادي طبيعي. بالنسبة العالمية للولادات القيصرية احصائيا حوالي 25% من اصل الولادات. الان بسبب يعني الرعب الذي تصاب فيها النساء الحوامل وتتعرض للشدات النفسية، زادت نسبة عمليات قيصرية بنسبة 40% عن النسبة السابقة اللي كانت 25%. دكتور إذا سمحت بدك تفصلنا بالأسباب، شو هي الأسباب اللي عم تؤدي للولادات القيصرية؟ أسباب مراقبة المريضة في المشفى بسبب القصف، الناس ما بتنتظر طويلا وتضطر تطلب القيصرية طلب. اثنين، حالات الرعب بسبب كثير حالات اضطرابات في مسير الولادة، في المخاض الطويل اضطر تساوي قيصرية نتيجة الرعب الشديد. نتيجة كمان القصف يعني الناس صفت في حالة رعب، بدأت يعني تنهي الولادة وتمشي. كل هالعوامل مجتمعة انه صارت قيصريات في المشافي بشكل عام.